لا هي اللحظة لا حكى ولا خبرني، بس قال لي إنه مضيع هداك الزلمة. بدي ضل هيك على أعصابي ليتصل ويطمني. نعم، شو بدك؟ اسمع لقلك، إذا ما رح تزبط للاقي طريقة تانية. لا تستفزيني، أنا لما أقول بدي أعمل شغلة يعني بكون قدها. بعرف إنك خططت للموضوع، بس التنفيذ وينه؟ العملية تمام، والهدية صارت معها، هي مش الحال، اطمنتي؟ نعم، كيف؟ عن جد يعني مش الحال؟ وبعتت خبر ومن وش الصبح رح يتفتش المهجع. وليش بقى للصبح؟ ما كان فيك تخليه قبل؟ مشان الصبح نكون مطمنين. هاي الشغلات ما فيي اتحكم فيها على كيفي، هذا سجن، ما رح يفتشوا لي اياه امتى ما بدي، خلاص عم اقول لك الصبح. طيب بلكي للصبح شافت اللي حطيناه؟ ما رح تشوف شي، حطينا الهدية بطريقة مستحيل تبين. انت ارتاحي ولا تقلقي. لسا بلكي شافتها وبلكي كشفتها. اوهو هاي شغلتي انا، طلعي منا. يا ريت ترتاحي. مسكين يا حكمت، والله بعرف انه ضايق خلقك من الغرفة، لهيك قلت لحالي لازم طالعك شوي. تفرج شوف ما احلى المنظر من هون، وبعدين قلت بتقعد معي بتغير جو وبحكي لك اخبار الكل. ايه اللي كيفك اليوم؟ أنا كيفني؟ والله بصراحة أنا بأحسن أحوالي يا حكمت، بقى يعني شوية وقت وبيوصلني أحلى خبر بالدنيا. لا لا تحرجني، ما فيني خبرك. والله ما بيهون علي زعلك. طيب طيب رح خبرك، رح انهي لك حبيبة قلبك عروسك اللي كنت فرحان فيها. ما عاد رح تشوف الشمس ورح تقضي كل حياتها بالسجن، وبحياتها ما عاد تحلم تطلع. والله هذا نصيبها، شو بدنا نعمل، هي حال الدنيا. شبه وشك؟ شو كأنك مزعوج؟ قلت لك ما بيهون علي. طلع شايف كل شي عم يرجع مثل ما بدي، أنا عم بخلص من المصايب اللي جبت لي إياها وحدة وحدة، وأكبر مصيبة ريحان. وهذه كلثوم خليتها ترجع على المزبلة تبعها. يعني كل القصص انحلت، حتى جيمري بمشفى المجانين وما عاد رح تطلع. شو بقي لسه؟ كل واحد بالمكان اللي بيستحقه. نيجار نيجار، عملي لي فنجان قهوة مع وش مثل ما بحبه تماما. هذا اللي لازم يصير، كل واحد صار بالمكان الصح. Thank you.
راجعت لك. راجع لو بقي بعمري يوم وبس. لأني أنا إذا ببقى هون يمكن موت. صار لازم أطلع. بدي اطلع. اذا اليوم ما زبطت رح اضل عم جرب لحتى تزبط. طولي بالك، أنا فرجيكي ماني تاركتك، وعلاقتك معي مو سهلة.